قد تعتبر الفترة الحالية من أصعب الفترات المناخية التي عاشها المغرب، ليس فقط بسبب توالي سنوات الجفاف والنقص في معدل التساقطات المطرية، وإنما إلى جانب عوامل أخرى ديموغرافية اقتصادية وفلاحية. فمغرب الماضي ليس هو مغرب اليوم، سواء من حيث العادات المائية واحتياجات السكان وعددهم الذي تضاعف لأكثر من 3 أضعاف، أو من حيث الاستراتيجية الفلاحية التي تحتاج حجما كبيرا من المياه. كما أن العرض المائي بالمغرب قل بحوالي 70%، وانتقل من حوالي 17 مليار متر مكعب إلى 5 مليار متر مكعب، وذلك طبعا بعد توالي فترات الجفاف خصوصا في 5 سنوات الأخيرة. فقد شهدت سنة 2022 عجزا في تساقطات مطرية بلغ 27% مقارنة بالمعدل، مما جعلها تصنف في الرتبة 12 للسنوات الأكثر جفافا بالمغرب منذ ما يزيد عن 40 سنة. من ناحية أخرى، تعتبر السنوات الأربع المتتالية الأخيرة من سنة 2019 إلى 2022 الفترة الأشد جفافا منذ ما يزيد عن 60 سنة، بعجز يناهز 32%. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الموسم الزراعي 2021-2022 الذي يتزامن مع موسم الأمطار هو الأول على منصة الجفاف منذ 40 عاما على الأقل. وتجدر الإشارة أن المتوسط الوطني لتراكم التساقطات خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2021 إلى غشت 2022 لم يتعد 102 ملم، مما يمثل عجزا بنسبة 46% مقارنة بالمعدل المناخي العادي، وذلك حسب ما ذكره الملخص المناخي لسنة 2022 والذي أعدته مديرية الأرصاد الجوية إلى جانب مديرية التجهيز والماء في مارس من سنة 2023. هو في إطار تحليلنا للمعدل السنوي للتساقطات المطرية بمدن المغرب بين سنتي 2016 و2020، بناء على معطيات نشرة الإحصائية السنوية للمغرب 2020 وحسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، فقد شهدت مدن المملكة تراجعا كبيرا في المتوسط السنوي للتساقطات. فعلى سبيل المثال، حققت مدينة أكادير 76 ملم فقط في الموسم الفلاحي 2019-2020، ولم تتعدى 150 ملم سنويا خلال الفترة بين 2017-2019. كما تراجع معدل التساقطات الثلجية والمطرية بالجبال الرطبة والمدن التي كانت تعرف باستقبالها كمية كبيرة من التساقطات سنويا. فعلى سبيل المثال، لم يتعدى معدل التساقطات السنوية بمدينة تطوان خلال 4 سنوات الأخيرة 400 ملم، وهي المدينة التي كانت تستقبل إلى وقت قريب ما يفوق 750 ملم سنويا. نفس الشيء بمدينة إفران التي كانت تتلقى معدل تساقطات مطرية يفوق 1000 ملم، إضافة لتساقطات ثلجية تستمر طيلة فصل الشتاء. والجدول الذي أمامكم يظهر لكم متوسط التساقطات السنوي ببعض مدن المغرب خلال هذه الفترة، وحتى تتضح لكم الرؤية أكثر ويظهر لكم حجم وتأثير نقص التساقطات المطرية على أرض الواقع، نقدم لكم نسب ملء السدود الكبرى بالمغرب إلى حدود إعداد هذه الحلقة. فكما تلاحظون، نسبة ملء سدود حوض وادي أم الربيع لا تتعدى 6.24%، وتصل لأقل من ذلك بسد المسيرة ثاني أكبر سدود المغرب حوالي 1.54%، وتقارب 7.67% بسد بين الويدان ثالث أكبر سدود المغرب في وضعية لم يعيشها هذا السد منذ إنشائه. الوضع ليس أحسن حالا بسدود حوض سابو التي لم تعتد تسجيل هذه الأرقام، فسد إدريس الأول رابع أكبر سدود المغرب لا تتعدى نسبة ملئه حالياً 18%. أما بحوض أبي رقراق فلم يسجل سد سيدي محمد بن عبد الله سوى 22% من نسبة ملئه، وهو خامس أكبر سد بالبلد والمزود الرئيسي لقطب الدار البيضاء الرباط بالماء الصالح للشرب.
وعلى ذكر الماء الصالح للشرب، ففقط 9% من الاستعمال السنوي للمياه يخصص لهذا الغرض وللاستعمالات الحضرية، والباقي أي ما يعادل 87% من الاستعمال السنوي للمياه يخصص للفلاحة. وعلى ذكر الفلاحة، فجميع هذه السدود الكبرى التي ذكرناها أنشئت في فترة سابقة من الزمن بهدف رئيسي، وهو سقي الأراضي الزراعية بسهول الغرب تادلة، الحوز، سوس وملوية، وتحقيق هدف المليون هكتار من الأراضي المسقية. أما الآن وبعد توالي سنوات الجفاف، أصبح من الصعب على هذه السدود تلبية حاجيات الفلاحة من المياه في ظل ضعف الواردات المائية، وبالتالي تم الاتجاه لاستغلال المياه الجوفية، وهنا يكمن الخطر الكبير. فكما نعلم المياه الجوفية نوعان، منها ما هي متجددة بفعل التساقطات المطرية التي أصبحت قليلة حيث جفت أغلب المنابع والعيون ويلزمها ملايين السنين للتجدد، فاستنزافها بكثرة سيؤدي لا محالة إلى جفاف مخزون المياه الجوفية بالبلاد، وهذا النوع له تأثير مباشر وكبير على التربة والغطاء النباتي. وبالتالي وجب علينا التفكير بجدية في حلول مبتكرة في ظل هذه التغيرات المناخية التي أثرت بطريقة مباشرة على البلاد، وترشيد استهلاك المياه والبحث عن بدائل تحقق العرض المائي الكافي للحفاظ على محيطنا الطبيعي وتنوعنا البيئي والإيكولوجي. ستجدون في نهاية هذا الفيديو بعض المراجع والمصادر المستعملة في الإعداد لهذه الحلقة. قبل ذلك لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم ومعارفكم، ومشاركتنا أيضا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات.